رجعنا معكم مشاهدينا الكرام مع ضيفتنا ايضا اليوم الثالثه لهذا اليوم في حلقه برنامج شباب قول وفعل، فاطمه السميطي، في صاحبه او عضو برنامج تسامح، حياك الله معنا في برنامج شباب قول وفعل. وايد حلو المسمى لما نعرف اليوم في شيء اسمه برنامج تسامح. راح يشدنا اكيد السؤال الاول، نعرف شنو هو البرنامج. خلينا نتكلم بشكل عام عن فكره برنامج تسامح. برنامج تسامح هو برنامج غير ربحي موجه لي فئة الشباب من سن 15 إلى 18 سنة، يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا، مجتمع الكويت، وطبعاً يهدف إلى تعزيز مبادئ أساسية لحقوق الإنسان مثل مبدأ التسامح، المساواة، مبدأ المواطنة وكذلك. يعني التسامح من حيث معنى أو تعريفه، إحنا اليوم شلون نكون متقبلين للآخر؟ أنا اليوم لما أتقبل الآخر معناته أن أنا متسامح، أنا عندي عقيدة، عندي مبادئ، عندي أفكار، عندي معتقدات خاصة فيني أيا كانت في أي مجال. لما أتقبل الآخر بأفكاره ومعتقداته وأتعامل معه بصفته كإنسان وليس بصفته كأفكار أو بصفته كآراء، اليوم أنا هني أحقق صفة التسامح. خلينا نتكلم عن بشكل عام موضوع التسامح في هذا البرنامج. قلتي اليوم بنحقق أهم أسس الإنسانية، شنو الأشياء اللي لابد أن يتم تعزيزها في البداية علشان الشخص يحقق مبدأ التسامح؟ من أهم شيء هو الإنسان لازم يتقبل مثل ما قلت الاختلافات واختلافات الثقافات في جميع أنواعها. فلما يتقبل الإنسان هذه الأشياء هو هذا الموضوع ييسر إلى السلام وعم السلام في أي مجتمع. خلينا نتكلم عن تسمية البرنامج بهذا الاسم. اليوم سميته البرنامج باسم تسامح، وايد تعريفات حق التسامح أو عند الأشخاص كثير من الأفكار تدور ببالهم شنو يعني التسامح أو تعريفه، ليش سميته بهذا الاسم مع أن أهدافه قد تكون أصلا أبعد من التسامح نفسه؟ سميناه بالتسامح لأن نبي نطبق مبدأ التسامح أو معنى التسامح نفسه اللي هو مثل ما قلنا تقبل واحترام وتقدير جميع الثقافات، وبالتالي لما نتقبل هذيل الثقافات نفس ما قلت أهم شيء نبي إحنا هو أن يعم السلام وتقبل الآخرين في أي مجتمع. وايد حلوة النقطة اللي قاعد تكلم عنها فاطمة، يمكن توافقيني رأي فاطمة أن الشخص لما يبلش في نفسه هو يهذب تصرفاته، يهذب سلوكياته، أفكاره، بعض الأشياء اللي يتعامل فيها مع المجتمع يحقق السلام الذاتي. والإنسان اللي يحقق السلام النفسي واللي يعتمد في نفسه في الواقع لابد أنه هو راح يقدر يأثر على الشخص اللي قدامه. الإنسان خي يبلش بنفسه دائما. نبي نتكلم عن الهدف من تعليم الأشخاص حقوق الإنسان أو شنو هي حقوق الإنسان. لما نبي نعلم الأشخاص حقوق الإنسان الهدف منها أن إحنا نبي نوسع آفاقهم، ننمي إمكانياتهم علشان يفهمون معنى حقوق الإنسان البحت. فلما يفهمون شنو حقوق الإنسان راح يعرفون شنو أهميتها، يقدرونها وبالتالي يدافعون عنها. الحلو بالموضوع أن اليوم لما نتكلم عن حقوق الإنسان نبي نقول هي حقوق الحق الشخص الشيء المكتسب أو يكون أيضا لك مشروعية في طلب هذا الشيء أو أنك حتى تطلبه من المجتمع وإنسان. يعني أنت لما اليوم نقول إنسان أنت منسلخ من كافة الأشياء أو الصفات الخاصة فيك. حقوق الإنسان اليوم لما إحنا نتعلم أساسياتها أو نعرف شنو هي لابد نحط في بالنا أن إحنا قاعد نتعامل مع أشخاص يمتلكون معانا نفس الصفة. إحنا راح نروح معكم مشاهدينا هذا التقرير وأكيد راح نكمل حوارنا وموضوعنا ونقاشنا في برنامج تسامح. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. راح نتكلم مع ضيفتنا فاطمة عن الجهة القائمة على برنامج تسامح. شنو منو هي الجهة القائمة على هذا البرنامج؟ الجهة القائمة على برنامج تسامح هي منظمة الخط الإنساني. منظمة الخط الإنساني هي منظمة غير حكومية ناشطة في مجال حقوق الإنسان. طبعا عندنا جهات ثانية بعد تدعمنا مثل جمعية الخريجين، ساعدتنا نحن نقيم عدة ورشات عندهم، وأيضا جمعية العمل الاجتماعي هم قاعد نسوي ورشاتنا الحالية عندهم. يعني من هذا الكلام أو من فكرة الجهة القائمة وصلنا لورش العمل، وصلنا إلى أن في البرنامج في أنشطة طبعا هو مو قائم فقط على فكرة ترويج لمفهوم التسامح أو تقبل الناس أو حقوق الإنسان، أيضا في عندكم أنشطة على أساسها يتم البرنامج. شنو هي أهم الأنشطة اللي تقيمونها والمدة الزمنية بينها؟
أهم أنشطتنا هي الورش التدريبية اللي نسويها. إحنا مسوين كذا ورشة من قبل. الورش هذه مثل ما قلنا تعزز أهمية حقوق الإنسان وتعزز أهم مبادئ حقوق الإنسان الأساسية. فإذا حابة أتكلم لك عن الورش اللي الحين قاعد نسويها. الورشة اللي الحين قاعد نسويها هي اسمها طريق إلى الإنسانية. تمام. تتكون من 6 ورش موزعة خلال على 2 أسبوع. الورش هذه من أهم مواضيعها هي المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. راح نتكلم فيها عن المساواة وعدم التمييز. راح نتكلم عن حقوق الطفل. راح نتكلم عن السلام وعدم العنف. وراح نتكلم أيضا عن المسؤولية المجتمعية. وبنهاية ورشتنا راح يصير في مشروع تخرج. المتدربين عندنا ما بقى يسميهم طلبة. المتدربين عندنا راح يضطرون أن يتعاملون مع المجتمع عندنا في مكان عام ويشرحوا لهم شنو المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وشنو اللي تعلموا. راح أيضا يكون في معرض رسم لأن بنهاية كل يوم ورشة راح يكون عندهم خلينا نقول نفس فاصل يرسمون ويلونون فيه. فراح يكون مشروع التخرج هو عبارة عن معرض لوحاتهم مع شرحهم للي تعلموا. نعم، والفكرة اللي طبقوها وايد حلو ان اليوم احنا نغرس المبادئ ونترك بعدين تقييم المواقف الإنسانية للأشخاص واللي تعلموا من هذه الورش التدريبية. شنو أهم الأفكار اللي تبي تدربونهم عليها؟ يعني اليوم لما احنا نتكلم عن ورشة معناته ان انا اتلقى فكرة أو أتلقى معلومة معينة وبعدين أبلش أطبق. صح. شلون أنا اليوم راح أستفيد من هذه الدورات؟ شنو الفكرة؟ من هم الأشخاص اللي راح يكونوا موجودين كمتخصصين؟ هل راح يكون في أشخاص معينين راح يديرون هذه الورش أو الدورات؟ مثل ما قلت لك، هو لأن البرنامج هو جزء من منظمة الخط الإنساني، فالأعضاء أعضاء المنظمة في مقسمينهم في بعضهم يشتغلون في برنامج تسامح. وعندنا طبعا اللي هو الفريق التنظيمي، يعني مو بس إحنا المدربين، في معانا ناس هم اللي ينظمون كل شيء، اللي يروحون مثلا يجيبوا لنا الوسائل التعليمية نفس اللوحات الألوان، سواء نحتاج نفس شنو مثلا، يعني كل الامور اللي محتاجينها عشان التطبيق نفسه. هنا هنا بنرجع يمكن حق بدايه الحلقه، كنا قاعد نقول في اشخاص هم يسوون اعمال بسيطه وبالفعل بالفعل ينجزون فيها. جدا جميل انك ترتبط في مشروع مثل هذا او برنامج مثل هذا اذا كنت تشعر انك بالفعل محتاج او اللي حواليك محتاجين يتثقفون في في امور حقوق الانسان بشكل اكبر. برنامج تسامح يتيح لك هذه الفرصه. راح نروح معاكم فاصل مشاهدينا الكرام وراح نرجع نكمل حوارنا مع ضيفتنا فاطمه السميضي. رجعنا معاكم مشاهدينا الكرام في برنامج شباب قول وفعل. بنتكلم الحين نكمل موضوعنا عن برنامج تسامح مع عضو هذا البرنامج فاطمة السميطي. خلينا نتكلم عن عمل ورشة تسامح ووسائل التعليم قبل شوي ما كملنا، فعندنا اليوم موضوع جدا مهم تبي تتكلمين عنه كفعالية راح تصير عندكم. نعم، طبعا مثل ما شرحت مساعة عن ورشتنا، حابة بس أكمل أشرح عن وسائل التعليم اللي راح نستعملها. وسائل التعليم اللي راح نستعملها راح تكون متنوعة، ما راح تكون مثلا خلينا نقول كلاس روم مثلا تيبيكال كلاس روم، لا راح تكون فيها طابع تفاعلي، راح يكون فيها فن، راح يكون فيها رسم، راح يكون فيها مثل ما شرحت مشروع تخرج. كل هالاشياء ممكن تثقل شخصيه المتمرن عندنا، ممكن تبني من شخصيته ثقته بنفسه وكل هالاشياء. نعم، الجميل في الموضوع ان الفئه الحاليه في البرنامج هم عندهم خطط مستقبليه راح نتكلم عنها، ولكن الفئه الحين المستهدفه من 15 ل 18 سنه. صح. هذا العمر يعني تكون انت في بدايه وعيك بشكل اكبر عن امور الحياه. ممكن بهالعمر الشخص يبلش يطلع عن فكره الالعاب بس والوناسه والترفيه، يبلش يفكر بشكل اوعى. بهذا العمر الشخص لما يكتسب امور تخص حقوق الانسان، حقوق الفرد في المجتمع، حقوق المجتمع على الفرد نفسه، شلون هو يقدر يمارس حياته، لابد ان هذه الفئه او المستفيده من هذا البرنامج او اللي قدمه هذا البرنامج لابد ان هي بالفعل راح تستفيد، خصوصا مثل ما ذكرتي في هذه الوسائل التعليميه لما يكون شيء غير تقليدي، لما تبلش تطبق مو تكتسب المعلومه او تحفظها، تبلش تطبقها وتحط فيها افكار. يعني اليوم لما يكون مشروع تخرج ارسم رسمه تخص فكره العداله او فكره المساواه، راح
تترسخ او تنغرس في بالك هذه الفكره، وشلون انت بالفعل تتعايش معها وتطبقها. انا بنتكلم عن اعمالكم في المستقبل القريب لبرنامج التسامح، شنو اهم الخطط اللي حاطينها؟ اهم الخطط اللي حاطينها عندنا الحين احنا الورشه اللي ذكرتها اللي قاعد نشتغل عليها اللي هي الطريقه الانسانيه، وعندنا ان شاء الله قاعد نشتغل على اللي يسمونه نادي صيفي، راح يكون بشهر 8 ان شاء الله. راح يكون هم مختلف، متكون من 12 ورشه. الاشياء والمواضيع راح يكون فيها تطرق اعمق لحقوق الانسان ومبادئها الاساسيه. خلينا نتكلم عن هذه الورش او هذه النادي الصيفي، يعني في فترة إقامتكم لهذه الورش والتدريبات، وخاصة أن الفئة المستهدفة فئة في المدرسة موجودة، يعني من الصف تقريبا العاشر لصف الثاني عشر، شلون تقدرون يعني تستقطبون هذه الفئة من غير ما يأثر هذا على دراستهم؟ احنا نعرف أن اكتساب مثل هذه المعرفة وهذه الخصال الجميلة عن طريق التطبيق في ورش، أكيد هذا مو معناته أن احنا نخل في الجانب الآخر، الجانب صح. التعليمي. نعم، طبعا احنا أول شيء نسوي أن نشوف متى، يعني مثلا انا الحين ما قاعد اتكلم عن السمر كلب اللي راح يكون بالصيف، قاعد اتكلم عن ورشتنا الحاليه او الورش السابقه اللي سويناها. كل ما نبي نسوي ورشه نشوف مثلا جداولهم، متى امتحاناتهم، متى هم يقدرون اصلا يقدرون يحضرون ورشنا، وعلى هالاساس احنا نحط تواريخ ورشنا. ممتاز. هل تشوفون في اقبال فاطمه؟ يعني اليوم احنا مثل هذه الفئه ممكن وايد اهل يتخوفون انه يدزون عيالهم يشاركون فيها، مثل ما قلت لك بحجه المدرسه. صح. مرات في اهل يبعدون عيالهم عن كل الانشطه ايا كانت دام في فتره الدراسه. ايضا مرات في الاقبال الشخصي من هذه الفئه. صح. هل تشوفون ان في اقبال عليكم او انتم محتاجين الى تسويق اكبر لهذا الموضوع؟ هو طبعا بس حبيت ارجع حق نقطتك لما قلتي انه يخافون انهم يسجلونهم عشان المدرسه. هو هذا هدفنا الاساسي، ان احنا ننقي ورشنا باوقات ما فيها امتحانات ولا فيها مثلا مشاريع وتخرج او اي شيء او اي شغله من هالشغلات. ف علشان كذي احنا لما نستهدفهم حاطين ببالنا هو شنو يحبون، شنو ممكن يجذبهم. فما نبي نخليهم مثلا يحضرون ورش مملة ولا ورش مثل ما قلتها تقليدية. وصراحة نتفاجأ لما نشوف الإقبال اللي يجينا ونشوف ما شاء الله أذكياء، يعني وعندهم معرفة حتى لو كانت سطحية بحقوق الإنسان، بس هم عندهم تقبل، عندهم معرفة بهالشغلات. فإحنا اللي حابين نسوي أو هدفنا أن إحنا نتعمق بحقوق الإنسان، ننشر التوعية، نعزز عندهم ثقافة التسامح، ثقافة المساواة والسلام مثل ما قلت. صحيح. يعني مثل هذا الموضوع ان احنا اليوم نبي نتقبل الشخص الاخر، مرات ممكن ما ابي اقول انا في البيت، بس مرات البيت لا، في اشخاص يكونون متعصبين متطرفين، في اشخاص يكونون لا جدا متسامحين، لكن الشخص من نفسه اذا انت الام او الابو او حتى الاخوان الكبار المسؤولين عن هذه الفئة العمرية، اذا كنت شايف انه في خلل في المجتمع الصغير اللي حوالين هذا الفرد، تقدر انت تخليه يشارك في مثل هذه الورش. وايد اشخاص اليوم محتاجين فعلا ان يشاركون او يتعرفون على هذه المفاهيم على الاقل، وهم بعدين يختارون سواء اذا كانوا بيقتنعون فيها ويطبقونها او ما يقتنعون فيها. اليوم لما انت تبي تتسامح وتتقبل الشخص الاخر، معناته انت اصلا تقبلوك الناس في هذا المجتمع. دائما كن انت شخص مؤثر. وايد استغرب ان في اشخاص الحين ما يعرفون شنو الفرق بين العداله، شنو الفرق والمساواه. صح. شنو الفرق بين ان انا اتقبلك كمعتقد وكانسان، وبين ان انا مثلا اتعامل معاك وفق اساس عرقي او على اساس ديني. هذه الامور ما لها ابدا ارتباط بالانسانيه، الانسان كصفتك بانسان من غير اي شيء يرتبط فيك. خلينا نتكلم عن الطريقه اللي راح تقدرون توصلون فيها حق هذه الفئه، شلون تقدرون توصلون ان في برنامج اسمه تسامح حق هذيلا الاشخاص، وشلون قادرين تحطون برنامج يتعرفون عليه بشكل مبدئي؟ يعني اليوم احنا نعرف ان مثل هذه الامور في ناس تروح ببالها على طول ان الموضوع قد يكون سياسي، قد يكون لا تربط لا. وايد كلش ما له شغل بالسياسه، كلش ما له شغل، يعني ما له توجه سياسي. الموضوع هذا يعني أساسه هو حرية التفكير، حرية المعتقد، حرية الأفكار والآراء والضمير. يعني
ما لنا توجه معين. ممتاز. اللي يحب يشترك او يحب يشاركهم في هذه في هذا البرنامج وهذه الورش اكيد يقدر يتواصل معهم باكثر من طريقه. احنا راح يكون معنا الانستغرام الخاص فيهم. ايش كثر تشوفون ان المجتمع الان بدا يتقبل في كثير من الاشخاص هذا انستغرام معنا على الشاشه؟ اللي يحب يشاركهم اكيد راح يعرف كل التفاصيل حق الورش الجايه والنادي الصيفي ايضا، وان شاء الله حق خططهم المقبله. ايش كثر في اشخاص بداوا يستوعبون هذه الافكار وبلشوا يطبقونها؟ ممكن مرات في معتقدات احنا ناخذها مسلمات للاسف، اي فكره قديمه ماخوذه ممكن من العادات والتقاليد ممكن تكون خاطئه، ممكن تكون هذه الفكره خلاص اشخاص يعتقدون ان هي شيء مسلم فيه. صح. شلون قاعد يبلشون الناس يتغيرون معاكم في هذه الورش؟ هو مثل ما قلت من الانشطه اللي احنا نسويها ان مثلا عندنا تمرين نقول لهم مثلا انهم ينشؤون دوله جديده، زين؟ فهم لما يحطون دوله ويحطون فيها قوانين ويحطون فيها شلون مثلا الناس راح يعيشون بهالدوله، كل هذا من القوانين اللي نشوف انه قاعد يحطونها. طبعا هذا التمرين يكون باخر الورشه، نشوف من الاستنتاجات اللي حاطينها كلها اشياء صراحه ننبهر منها، لان اشياء عجيبه يعني فيها خلينا نقول متعبقه باسس حقوق الانسان الاساسيه. فاللي قاعد نشوفه يعني بالعكس النتائج اللي قاعد نشوفها مع المتدربين عندنا رائعه. يعني ما شاء الله حتى اللي بينضم حق هالمشروع وهو راح يكتسب مهاره. صح. اليوم لما انت تكون عندك معتقد، هذا شيء معروف على مستوى كبير في العالم ان الانسان اللي عنده معتقد صعب انه يتغير بسهوله. لما انت تكتسب مهاره جديده اليوم شلون تفكر وتسال نفسك، يعني اليوم لما بحط قوانين في دوله افتراضيه كتمرين، لما افكر شلون بحطها وفق حقوق الانسان، لابد ان انا راح اسال نفسي وايد اسئله. اذا انا عرفت اجاوب هذه الاسئله انا راح احط هذه القوانين اللي تخص حقوق الانسان. اليوم خلينا نتكلم عن فكره حقوق الانسان، يعني كل وايد اشخاص ينادون بهذا المسمى وقد لا يعون تماما باهم المبادئ. ركزتي على مبادئ اساسيه. صح. خلينا نتكلم ليش اخترتوا هذه المبادئ، مع ان حقوق الانسان شيء شامل جدا ما يتوقف على فكره العداله، فكره المساواه، فكره الامانه، هذه الاشياء ما يتوقف عندها. نعم. لان هو شوفي حقوق الانسان دائما تكون اشياء بديهيه، يعني لما نيجي نتكلم فيها كل انسان راح يكون اوكي انا عارف هالاشياء. صح. لكن لما احنا نتعمق فيها احنا نستوعب شنو اهميتها، نستوعب ان نشوف دار مدارنا، نشوف ان في انتهاكات خطيره دار مدارنا. انا ما قاعد اتكلم عن الكويت خاصه، لا قاعد اتكلم عن العالم. فلما نشوف شنو هالانتهاكات وشنو ايش كثر هي خطيره، ايش كثر هي ضخمه في مجتمعات العالم، فنستوعب ان لا، حقوق الانسان موجوده، حقوق الانسان مهمه ولازم الانسان يدافع عنها. يعني انا مو بس احترمها واقدرها، لا بالعكس. صحيح. لازم اسوي اللي اقدر عليه علشان انا ادافع عن هذه الحقوق لو بابسط شيء. صحيح. للاسف في بعض وقد نقول البعض او يمكن نقول كثير، في ناس عند حقوقهم هم يستوعبون شنو هي حقوق الانسان، ولكن عند حقوق الغير هم يعتقدون ان هذا الشخص ما له حق. احنا نتمنى ان هذه الفكره تتغير، هذه الثقافه العامه تتغير. قبل شوي انا وفاطمه كنا قاعد نقول الموضوع ترى كله مسؤوليه اجتماعيه، يمكن هذا احد الاشياء اللي انتم تقدمونها في الورشه، شلون الانسان يحس بمسؤوليته الاجتماعيه تجاه افراد المجتمع. خلينا نتكلم كلمه كذي تحبين توجهينها حق الشباب بشكل عام عن حقوق الانسان، او رساله تحبين توجهينها لهم، خصوصا ان احنا عارفين ان بهذه الفتره ممكن نشوف وايد اشياء ما تعجبنا، اشياء بسيطه، مواقف بسيطه. صح. ما نقيس انها هي كحقوق انسان. خلينا نوجه كلمه للشباب اللي قاعدين يتابعونا الان. بس حبيت اقول حق الجميع ان حقوق الانسان هو شيء جميل لما نفهمه، بالعكس يوسع مداركنا، يخلينا نتفهم وننظر حق الحياه بشكل مختلف جدا. فاتمنى ان يشاركونا بدوراتنا القادمه، الدوره اللي الحين اللي هي الطريقه الانسانيه، والدورات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. مشكوره فاطمه على وجودك معنا في برنامج رؤى قول وفعل، احنا استمتعنا بوجودك معنا والموضوع كان جدا ثري. كل الشكر ايضا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا في برنامج شباب قول وفعل، ان شاء الله راح نلقاكم باذن الله في حلقات مقبله. اللي يحب يتواصل معنا على تويتر وانستغرام على شباب كيو 8 تي في موجود معانا على الشاشة، واللي يحب يشوف حلقتنا بعد على قناتنا في اليوتيوب على نفس العنوان شباب كيو 8 تي في. مشكورين على المتابعة، نشوفكم إن شاء الله باكر، مع السلامة.